ووعدتكم بانترفيو، ومبسوط قوي 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 ان انا لقيت الفرصه ان انا اقعد واتكلم مع وائل ابو منصور. هقول التايتل وهو هيصححني لو انا غلطان، رئيس استوديو تلفاز 11، صح كده؟ اهلا وسهلا اخ محمود، يعطيك الصحه والعافيه. اهلا بيك، سعيد بوجودي معك. اهلا بيك، سعيد جدا ان انت معانا النهارده في هذا الفلوج المتواضع في مهرجان كان. وهي النقطة ديت اللي انا كنت عاوز ابتدي فيها، وكنت عاوز اعرف عنها اكتر منك، نقطة الالتقاء ما بين المهرجانات العالمية الكبرى زي مهرجان كان وما بين مشروعات تلفاز 11، وبالتحديد الجزء الخاص بالستوديوز او بانتاج الافلام في المستقبل. هو احنا بالنسبة لنا التواجد في المهرجانات مش من اجل التواجد في المهرجانات فقط، اعتقد خطتنا دائما في الاستوديو انه تكون عندنا افلام متواجدة في الانترناشنال ارينا في السوق العالمية. كان عندنا فيلم السنة الماضية، فيلمين بالأحرى، فيلم مندوب للمخرج علي الكلثمي وفيلم ناقة للمخرج مشعل الجاسر. الفيلمين كانوا في تيف 2023، مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وافتتحنا فيهم رحلة الأفلام اللي هي نسميها الأفلام الدولية اللي تتواجد في مهرجانات كبرى وبالتالي تفتح أسواق جديدة للمهرجانات. الهدف من التواجد في المهرجانات هو مش التواجد بحد ذاته، الوجود في المهرجانات هو مباشرة يفتح لك أسواق، هذا الهدف. طبعا مش كل ما فيلم بيروح مهرجان يتوفق في أنه يكمل رحلة الريليس في أسواق اللي تواجد فيها، سواء مثلا أنت فتحت في مهرجان في فرنسا أو في إيطاليا أو في كندا، مش بالضرورة تكون متواجد في هذا السوق، لكن دائما الموزعين والسيلز والديستريبيوشن بيدوروا على الأفلام وقصص جديدة بحيث أنها تكون متواجدة في البلدان هذه. مدخلك لهذه الأسواق هو التواجد في المهرجانات، لكن التواجد بحد ذاته مش الهدف النهائي، لكن هو تواجد من أجل فتح أسواق جديدة. والحمد لله توفقنا في فيلم مندوب أنه بدأ رحلة طويلة ابتداء من مهرجان تورنتو، وبعدين راح مهرجان زيورخ وسافر في آسيا وكمل رحلته وما زال إلى الآن، وإن شاء الله إحنا في صدد أنه ينزل في توزيع تجاري في بريطانيا في شهر أغسطس، وهذا بحد ذاته يعني بالنسبة لنا خبر كبير ومهم. توزيع تجاري، يعني حب توزيع تجاري في صالات تجارية، وبالتالي الجمهور يقدر يروح يشتري تيكتس ويتفرج عليه في الصالات، وهذا بحد ذاته نتيجة للتواجد في المهرجانات. وأعتقد هذه المعادلة اللي احنا ندور عليها دائما هو التواجد مع الجمهور، ونوسع هامش الجمهور هذا من دائما انطلاقا من سوقنا المحلي في السعودية. والحمد لله أفلامنا إلى الآن اللي نزلت في صالات السينما حققت عوائد ممتازة، ابتداء بفيلم سطار اللي هو للمنتج إبراهيم الخيلرلا أحد مؤسسين تلفاز 11، وبعده فيلم علي الكلثمي برضو في الصالات أدى أداء ممتاز. والحمد لله هذا أعطانا إنديكيشن أنه دائما نظرتنا الأولى هي للمشاهدنا في سوقنا المحلي، وبالتالي وبعدها النجاح في السوق المحلي يأثر على نجاحك في الأسواق الأخرى، وهذا هي خلينا نقول مرحلة تراكم، وإحنا هذه البداية. وإن شاء الله دائما أعمالنا نحاول أننا نوسع شريحة الجمهور قدر الإمكان دائما انطلاقا من قصصنا المحلية. إحنا دائما نحب قصصنا تكون قصص محلية نابعة من البيئة اللي إحنا نعرفها ونعرف كيف نصيغ قصصنا داخلها، وبالتالي الحكايات بتاعتها ما تقالتش بالقدر الكافي، ما تحكتش بالقدر، مظبوط، ما قالت بالقدر الكافي وما قالت بالزاوية اللي إحنا ننظر لها للأمور. يعني ننظر دائما في قصصنا بزاوية معينة، زاوية محلية صرفة، نحاول نخلط بين الجانرز بين الأنواع اللي هو أحيانا كوميدي بس فيه له أكشن، أحيانا دراما بس فيه له دارك كوميدي. نحاول نقدم قصصنا بنوع من لغة سينمائية، واللغة السينمائية اليوم لغة عالمية، يعني ما هي حصر حكر على منطقة أو بلد أو. أنت دلوقتي ذكرت مثالين مهمين جدا، ذكرت مندوب الليل اللي بيعامل معاملة الفيلم العالمي أو اللي له أهداف عندكم على مستوى التوزيع العالمي، وفيلم زي سطار. هل سطار بيعامل نفس المعاملة ولا أنتوا عندكم الأفلام، يعني أنا مش قصدي سطار بالتحديد، أنا قصدي أن في عندكم سيكترز أو أقسام مختلفة للأفلام حسب الأهداف بتاعة التوزيع؟ صحيح، إحنا ننظر للأفلام دائما، عندنا أكثر من شريحة خلينا نقول أو سليت. عندنا أفلام موجهة للشباك المحلي تحت مظلة علامة نسميها الشميسي فيلمز اللي بينتجها إبراهيم الخير الله،
وعندنا أفلام نسميها الانترناشنال فيلمز اللي هي الأفلام الدولية، اللي أفلام زي مندوب الليل كان ضمنها، وعندنا أفلام اللي ننتجها للمنصات اللي مثلا مثل الخلاط بلس اللي أنتجناه مع منصة نتفليكس من أنجح المشاريع اللي سويناها. فدائما إحنا هدفنا المشاهد، تواجد المشاهد فين؟ هل هو في المنصة؟ اليوم أنت زي ما أنت عارف اليوم في نوع من ما نقول التنافس بين نوافذ العرض اللي هو سواء كانت عن طريق السينما أو عن طريق المنصات، هذه كلها أماكن تواجد المشاهد إحنا نحاول نكون متواجدين فيها. بالنسبة لحالة سطار هو فيلم تجاري محلي، لكن الأفلام القادمة، وكانت هذا الفيلم الأول ضمن هذه المظلة، الأفلام القادمة دائما بنحاول نوسع فيها أيضا شريحة الجمهور، فنستهدف أنه دائما في فيلم شريحة الجمهور من إيه؟ من مثلا من السوق المحلي، ما يكون بس نظرتنا على السوق المحلي، إلى السوق العربي نحاول الإقليمي أنه يكون موجود متواجد عربيا، الناس تحبه وفي نفس الوقت مؤمنين جدا أنه هذا النوع من الأفلام أيضا قادر على التواجد، لأنه في النهاية الفيلم التجاري هو فيلم أكسسبل للجمهور بقصص بأنواع مثلا كوميديا أو أكشن أو ثريلر، وهذه أنواع ممكن تتواجد في أسواق غير سوقها المحلي. مزبوط. فنستهدف دائما، إحنا ما ننظر دائما للأفلام إنه بنظرة ضيقة، كل ما هدفنا دائما توسيع الشريحة. ففيلم زي سطار كان في مرحلته الأولى هو مناسب إنه يكون فيلمنا الأول، تجربتنا الأولى ننزل فيه في تجربة محلية صرفة، وكانت ناجحة، حققت يعني أرقام قياسية، ما زال هو الفيلم الأول حتى لحظة تسجيل هذه، تعرف السوق قاعد يتطور وفي مشاريع أيضا بتحقق نتائج جيدة ونتمنى لها كل التوفيق، لكن حتى اللحظة هو أكبر فيلم سعودي في شباك التذاكر السعودي ضمن أكبر 10 أفلام في تاريخ الشباك السعودي. نفس الشيء مندوب ضمن أكبر 10 أفلام في تاريخ الشباك السعودي. فكون أنه في فيلمين من تلفاز في ضمن أكبر 10 أفلام، هذا يدينا مسؤولية، وفي نفس الوقت يعطينا نوع من الحماس أنه الجمهور موجود، الجمهور مستعد أنه يكافئ هذه الأفلام متى ما صنعت بالطريقة اللي هو يتوقعها، بالطريقة اللي هو يحبها، وفي نفس الوقت مع الوقت نحاول نوسع هذا الشريحة والقاعدة، هذه القاعدة الشعبية للأفلام هذه، بحيث أنه ما ننظر لها أنه هذا فيلم محلي وبالتالي هذا نطاق حركته، أو هذا فيلم دولي وبالتالي هذا نطاق حركته. من هذه الصيغة إحنا بنحاول نخرج من معادلة الفيلم الفني اللي هو أصبح يعني خلينا نقول سمعته سيئة، لكن هو لسه طالع من عدد من الأفلام الفنية تعبت منها جدا بصراحة. فهو هذا الفيلم الفني أحيانا هو قائم على يعني ظروف إنتاج معينة، قائم على اكتشاف أصوات جديدة وإلى آخره، مهمة للصناعة دائما ننظر لها إحنا بنظرة إيجابية، بس في نفس الوقت اليوم إحنا في لحظة إنه الجمهور عنده بدائل كثيرة، والجمهور يتوقع دائما منك إنك تعطي له الجرعة الترفيهية والجرعة النقدية أيضا الجيدة في الأعمال اللي هي ممكن تخلي وخلق التوازن، ده مش سهل ده وخلق التوازن جداً. فهذه يقدم مشروع محترم عنده حاجة يقولها، يستعرض اللغة الإخراجية بتاعت صانعه، وفي نفس الوقت يكون قدام للجمهور، ده النجاح الأعظم في تأديب جدا الشخصية. وهذا اللي احنا ندور عليه. بالتالي في مرحلة يعني احنا هدفنا انه نعيد، ما نكتشف العجلة دائما، بس انه نحاول في الأفلام اللي احنا نسويها على أقل تقدير انه ما نحط نفسنا في مأزق التصنيفات اللي هي عليها انطباعات معينة، فيلم فني، فيلم تجاري، دائما بنحاول انه نقدم احسن ما يمكن تقديمه في هذه التجربة، عملية تراكمية مع الوقت تتحسن، ودائما انت فيلمك القادم هو دائما افضل افلامك المفروض يكون يعني. فنظرتنا النظرة يعني دائما مستقبلية، وحسينا بنجاحات مندوب وسطار على شباك التذاكر، ونتوقع انه كل يعني في الأفلام القادمة إنه الشفرة أكثر وأكثر بالضبط، ونوسع الشريحة هذه، ونحاول قدر الإمكان إنه نتواجد في أكثر من سوق. ممكن فيلم تحت مظلة الشميسي يتعرض بكرة في أوروبا، يتعرض في أمريكا، يتعرض في السواق العربية. أنت من بدري الفيلم ده مش لده والفيلم ده بالضبط مش لده. بالضبط. أنت بالضبط. بتنتجه بنية معينة أو بتصنعه بنية معينة، ولكن أنت بتحطه تحت الاختبار. بالضبط بالضبط. في تجارب كثيرة بدأت على منصات مثلاً شاهدوها العالم في كل مكان، أو كذلك في السينما. فحصر المنتج عادة في مساحة معينة هو يكبلك قبل ما تبدأ، وإحنا نحاول نبعد عن هذه القوالب الجاهزة الفيلم الفني. حتى وصف الفيلم التجاري أحياناً الناس تقوله كنوع من أيوة سيئة السمعة إنه فيلم تجاري، ولكن الفيلم التجاري في توصيفنا هو
والفيلم الجماهيري هو الفيلم اللي الناس تتفرجه وتخرج بجرعة ترفيهية عالية باستمتاع بقصة لطيفة بتمثيل جيد بصوت وموسيقى وأحداث لطيفة. فكل هذه في النهاية السينما. وأنا متأكد أي شخص سينمائي لما ترجع تراجع مع قائمة الأفلام اللي هو يحبها تلاقي فيها دائما الأفلام الفنية ولا التجارية ولا الجماهيرية ولا التنوع هو هدفنا. ودائما حريصين أنه يكون عندنا شريحة منوعة جدا. خلاط بلس مثلا فيلم قائم على أفلام قصيرة في منصة نتفليكس، لكن النجاح اللي حصده في المنصة كان كبير وتجاوز حتى السوق السعودي. يعني أكيد بلا شك جمهوره الأكبر في السوق السعودي، لكنه تعدى السوق السعودي وله جمهور في كل مكان. وأيضا نوع من الأفلام اللي هو مو بالضرورة له فورمولا واضحة، يعني هو خمسة أفلام قصيرة مع بعض بس تجربة متكاملة واحدة. فدائما مرة أخرى إحنا نحاول نوصل للجمهور بالشيء اللي يتوقعه مننا، وإن شاء الله مع الوقت دائما نحاول يعني نصعد بأنفسنا وفي نفس الوقت نطور الصناعة، وهذا عائد على الجميع. يعني أنت ذكرت من شوية مفهوم إن فيلمك القادم هو أفضل أفلامك، عايز بقى تطرق لفيلمك أنت شخصيا. أوكي. مش مشاريع التلفاز بالتحديد. أيوة. أو بشكل عام أنت أنا عايز أخدها من منظور أنت الآن ولا مش الآن، من أنك دلوقتي التقسيمة اللي حكيتها لي والخطة اللي حكيتها لي وطريقة القياس اللي انت حكيتها لي بتؤكد ان انت دلوقتي مركز قوي في دورك الاستراتيجي كمخطط كاستراتيجيست كبلانر كحاجة كوربريت شويتين. انت مش قلقان ان دوت ياخدك من دورك الاخر كصانع افلام؟ هو هذا جيد السؤال، بس احنا كمان حتى في طريقة ادارتنا للاستوديو بنبعد عن الطريقة الكلاسيكية في توزيع الادوار، فتلاقينا كلنا مجموعة متحلقين على المشاريع أنا بنفس الدرجة وبنفس الأسلوب، وفي أحياناً بطريقة قد تكون زي ما يقولوا unconventional غير تقليدية. أوكي. وبالتالي كل اللي خلينا نقول الأشخاص الأساسيين اللي في الاستوديو سواء على علي إبراهيم محمد الحمود محمد القرعاوي وأنا معاهم كلنا بنحاول نخدم مشاريعنا بطريقة توصلنا للأهداف اللي بنحاول نوصل لها، وهذا اللي أعتقد في وجهة نظري يميز تلفاز. طبعاً بالأكيد كمان معانا أشخاص آخرين يعني في الكواليس هم من غيرهم، فهذا هو اللي بيخلينا يدفعنا أنه ننظر للأفلام بطريقة مختلفة. بالتالي كل شخص لاقي له دور ومشارك في هذه الأفلام. هذا القلق اللي أنت قلت عليه أكيد ما في شك، أي صانع فيلم مجرد ما ينتهي من فيلمه يشعر بقلق أنه الآن حيواجه الجمهور، وهذا الاختبار النهائي هو مواجهة الجمهور. لكن الحمد لله أنا في الفيلم هذا اللي اشتغلنا عليه السنة الماضية اسمه صيفي، صورناه في جدة، ده فيلمي من إخراجي وكتابتي، وصورناه في جدة تقريبا على بداية السنة الماضية انتهينا من تصوير، وبعدين دخلنا مرحلة ما بعد الإنتاج وأخذنا وقتنا في مرحلة ما بعد الإنتاج، والآن الحمد لله الفيلم يعني يعتبر جاهز يعني، وبنبحث عن خطة وقاعدين نرسم ملامح الخطة هذه الاستراتيجية وكيف نبدأ بالظهور في الفيلم. وبالتالي متوقع أنه بنهاية السنة إن شاء الله في وقت لسه ما حددناه بدقة أنه ينزل في الصالات بالتأكيد. بس طبعا بيعمل معاملة الفيلم الدولي بيعمل معاملة، وهذا ضمن الأفلام اللي هو ضمن الأفلام اللي يعمل معاملة الفيلم الدولي، يعني اللي هو International Slate اللي نبدأ فيه الأمل أنه نبدأ فيه، وإن شاء الله يعني نكون في مهرجان وبعدها إن شاء الله يستمر في رحلة المهرجانية، وبعدين ننزل فيه في الصالات ونشوف رأي الجمهور فيه. أنا شخصيا متفائل بالفيلم، سعيد بالتجربة جدا. أعتقد أنه دائما الواحد هذا فيلم الثاني، ففي الفيلم الثاني الواحد بدأ يكتشف صوته. أشعر أنا أنه دائما المخرجين يبدأوا يعني تنضج أصواتهم سواء في الفيلم الثاني أو الثالث أحيانا، بحيث أنه يبدأ صوته يكتمل أو تبدأ ملامح لطريقة سرد هو يفضلها أو مواضيع معينة تبدأ تتضح معه وجوانب يحب يركز عليها أو تعجبه، فبالتالي يحاول أنه يطرحها للجمهور بحيث أنها تعجب الجمهور. أنا متفائل بالفيلم، سعيد بالتجربة. أعتقد أنه هو فيلم درامي مع يعني مش عايز أسألك لحسن تقول جرعة. مش عاوز تقول يس لا بالعكس هو بس لسه احنا بنخطط لي يعني لطرحه
بشكل ما. بس غششتنا معلومات. بس غشش بالضبط معلومات أولية يعني. مفهوم إنه هو فيلم دولي وعندك عندكم أهداف لي في إنه هو يتشاف في المهرجانات وياخد دورة إن شاء الله بإذن الله تكون موفقة. إن شاء الله. بس قبل ما نتكلم عن ده تكلمت عن فرص عرضه التجاري وعن نجاحه مع الجمهور. فأعتقد إن إحنا لو قرينا ما بين السطور حنعرف إحنا مستنيين. بالضبط. وإحنا هذه المعادلة مرة أخرى بنحاول نوازن فيها إنه هو فيلم فيه طبعا ما في شك إنه خلينا نقول جدية في طرح القصة. وبالتالي فيه له دراما معينة ولكن كمان فيه له جانب كوميديا سوداء في القصة وأحداث مشوقة. فهذه المعادلة اللي بنحاول نمسك العصاية من المنتصف بس في نهاية الأمر زي ما يقولوا الكلمة النهائية للجمهور. بس أنا متفائل جدا بالفيلم اشتغلنا فيه ككولكتيف كأشخاص كلنا كنا انفولد بدرجات متفاوتة طبعا ولكن كلنا حطينا في يدنا وصغنا بطريقة معينة ومتفائلين به وفي نفس الوقت أنه هو يحافظ لنا على التنوع اللي موجود في الاستوديو بحيث أنه نقدم قصص مختلفة بطريقة سرد مختلفة. طبعا عندنا أفلام أخرى أيضا اشتغلنا عليها وانتهينا من تصويرها في المرة يعني في السنة هذه بداية السنة هذه وفي أفلام جاية في الطريق. أفلام منتظرة في 2024. في أفلام منتظرة في 2024 وفي أفلام منتظرة أيضا في 2025 ولسه بنطور كمان يعني مجموعة أفلام لما بعد 25 و26. جميل جدا. مش عايز أطول عليك أكثر من كده. ألف شكر. وائل أبو منصور يا جماعة وفيلم صيفي حنكون في الانتظار إن شاء الله. ونشوف كل اللي احنا فهمناه دوت في الاخر طلع صح ولا غلط. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله والف شكر. شكرا اخ محمود. بالعكس سعيد بلقائي وانا من معجبينك ومتشرف باللقاء. شكرا لك. الله يخليك. شرف كله. اهلا وسهلا.